معايا عبر الهاتف الآن المحترم الإعلامي المحترم دكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. يا فندم مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. أشكرك يعني شكرا جزيلا زميلي العزيز اللي بعتز بيه في صداقته دايما، الزميل والإعلامي القدير كريم رمزي. طبعا بكون دايما سعيد بوجودي معاك، ودايما متألق ودايما من نجاح لنجاح إن شاء الله. يا رب يخليك، يا رب يخليك يا دكتور إيهاب. أنا سؤال أول يخص طبعا منتخبنا الوطني والمشاركة غدا إن شاء الله أمام المنتخب الموريتاني بإذن الله، مباراة نقول بعدها مبروك صعود منتخبنا لكأس الأمم الأفريقية، متفائل؟ والله أنا متفائل على الرغم من صعوبة المباراة. منتخب موريتانيا زي ما شفناه في ملعبنا منتخب منظم جدا، مش من النهارده لكن من بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة لما تغلب على منتخب الجزائر ووصل للدور التالي، فهو منتخب لا بيتطور وتطور كويس جدا، تقدم مستمر سواء كان هو او جزر القمر او خلافه. لا في عدد من المنتخبات الافريقيه ماشيه بطريقه ما شاء الله، يعني فيها تقدم كبير جدا، لكن عندي امل كبير جدا في الكابتن حسام حسن، عندي امل في كل لاعبي المنتخب القومي. زي ما حصلنا على 9 نقاط في 3 مباريات ان شاء الله باذن الله نحقق العلامه الكامله ونقول مبروك بكره بصعودنا لكاس الامم الافريقيه. وزي ما قال كابتن حسام مش مبتغاه، الصعود لكاس الامم الافريقيه ده امر ان شاء الله باذن الله في المتناول، لكن كل هدفنا ان شاء الله المنافسه فيما بعد على كاس الامم الافريقيه حتى وان اقيمت في المغرب. زي ما قال كابتن حسام حسن، وانا اعتقادي ان الجيل الحالي بعد التوليفه اللي موجوده مع كابتن حسام ان شاء الله عندي تفاؤل كبير جدا وعندي امل كبير جدا في منتخبنا خلال الفتره القادمه ان شاء الله. ان شاء الله كابتن حسام حسن كان خد قرار باعفاء محمد صلاح ومصطفى محمد من المباراه، مباراه الغد ان شاء الله، وكثير من الجدل بعدها كالعاده، يعني رايك ايه في الموقف ده؟ والله انا عجبني جدا كابتن حسام قبل الموضوع ده كمان، وقبل ما طلب الكابتن محمد صلاح باعفائه من المباراه، لما قال ان منتخب مصر يعني الحمد لله بيضم كتيبه من النجوم، وعمر المنتخب يعني مش عاوز اقول انا ما بقللش طبعا وجود محمد صلاح، وجود مصطفى محمد ده كيان كبير جدا واضافه كبيره جدا لمنتخبنا ورمانه ميزان في منتخبنا. اما بلاقي محمد صلاح موجود بيبقى فيه طمانينه في قلوب كل المصريين، لكن ان شاء الله باذن الله كل اللي موجودين سواء كان مرموش، تريزيجيه، زيزو، بدايه من الشناوي بخط الدفاع بخط المنتصف، لا انا عندي ثقه كبيره جدا في لعبتنا. كابتن حسام قال ولو اي حد تاني كان شايف ان هو مش قادر في المباراه القادمه انا كان يعني كان قراري اللي انا ممكن اديله اعفاء ايضا من المباراه. انا بس عاوز اقول كابتن حسام حسن ربما شايف زي ما انت عارف كابتن محمد صلاح لعب قبل كده على النجيل الصناعي لما كنا محتاجينه في مباراه ليبيا في تصفيات كاس العالم، لكن احنا وصلنا نقطه 9، ربما ان شاء الله باذن الله يعني الفوز يكون في متناولنا كمان بكره، فده اللي خلى كابتن محمد صلاح يطلب راحته من المباراه. محمد صلاح عمره ما تاخر عن منتخب مصر في اي فتره من الفترات، عمره ما طلب اعفائه من اي مباراه قبل كده، فعشان كده طبعا كابتن محمد صلاح يعني كان استجابه لكابتن حسام حسن لما طلبه. مصطفى محمد حس باجهاد في العضله الاماميه، وده كان الناس قالت ازاي انا في التمرين الرئيسي ليله المباراه يوم الخميس حسيت بمحمد، حتى سالت قال لك هو في يعني سنه اجهاد في العضله وكان بيتمرن لوحده قبل ما ينزل في التمرين الجماعي. الناس ما شافتش ده في التمرين الجماعي او التمرين الرئيسي لمنتخبنا، فكان قرار كابتن حسام برضه براحته عشان ما يحصلش اي حاجه وتتفاقم اصابه الكابتن مصطفى محمد، وان شاء الله اللي موجودين باذن الله يسعدوا الجماهير المصريه. عظيم. هل هتحسموا قريبا ملف رئيس لجنه الحكام يا فندم؟ هل حسمتوا اسم بعينه ولا لسه؟ والله لا احنا حاسمين الملف حاليا للكابتن محمد فاروق، هو من يدير لجنه الحكام المصريه، معاه طاقم بيعاونه سواء كابتن ابراهيم نور الدين او الدكتور عزب حجاج، موجود كابتن حمد القاضي، ممكن يطلب اضافات، لان انت عارف يا كريم ان فتره الانتخابات خلاص انت بتتكلم في اقل من شهرين ويعين او ينتخب مجلس جديد لاداره الاتحاد المصري لكره القدم، فانت تسيب الحريه للمجلس القادم في اتخاذ قراره في تعيين لجنه الحكام. طيب دكتور ايهاب، يعني انا فهمت منك كده انه مش هيتم تعيين رئيس لجنه حكام اجنبي خلال هذه الفتره او مع هذا المجلس لحين انتخاب مجلس اخر. ايا كان سواء مصر او اجنبي، انا موجود الكابتن محمد فاروق والراجل ماشي بامتياز والراجل يعني لا تغيير في لجنه الحكام الفتره دي. لا اللجنه كما هي وهي اللي هتدير المسابقه للموسم القادم ان شاء الله. هي اللي هتدير المسابقه للموسم الجاي. عظيم. بمناسبه المجلس الجديد، هل حسمت قرارك بنزول انتخابات اتحاد الكره القادم ولا لا؟
والله انت لسه عندك فتره لغايه يعني 10 من الشهر القادم من نوفمبر ان شاء الله. في الفتره دي ان شاء الله اكون حسمت عمري مع المشهوره، مع الواحد برضه بيشوف شغله والحاجات دي كلها، وان شاء الله باذن الله اكون قررنا خلال يعني فتره وشيكه اللي جايه ان شاء الله باذن الله. ودعواتك عظيم. هل ملف العقوبات والملفات المحاله الى لجنه الانضباط هتاجلوها برضو للمجلس القادم، ولا هيكون فيها قرارات خلال الايام اللي جايه اثناء المجلس الحالي؟ وانا بتكلم لا تحديدا، احنا قلنا اتفضل. انا اعلنت قبل كده لن نبدا الموسم الجديد تمام في بطوله الدوري بدون يعني الاخذ في الاعتبار الانتهاء من كافه الملفات، ومنها ملفات المحيله منها الانضباط. فده ان شاء الله باذن الله يعني هيكون قبل بدايه الموسم الجديد، قبل بدايه الدوري هيعلن يكون الانضباط خد القرارات وارسلها لمجلس الاداره، ومن ثم مجلس الاداره على طول هيطبق القرارات اللي اتخذتها لجنه الانضباط برسم الشيخ محمد شيرين، وان شاء الله باذن الله ده هيكون قبل بدايه الموسم مباشره. ممكن اسال سؤال معلش، وانا عارف انك راجل قد ايه مثقف ورائع جدا اعلاميا وكمان اداريا، ماذا لو تم اتخاذ قرارات او عقوبات تحديدا في وقائع مباراه الزمالك والمصري ووقائع جوزيه جوميز تحديدا ووقائع مباريات بيراميدز والاهلي، لو اتخذت قرار بايقاف او عقوبات كبيره على لاعبين او مدربين تطبق مع بدايه الموسم الجديد؟ ما خلاص ما فيش مباريات ثانيه الا بعد السوبر المصري الا مباريات الموسم الجديد. مش ممكن الانديه دي او اللاعبين دول او المدربين دول يطعنوا انه العقوبات في موسم جديد وانه الخطا كان في موسم قديم ويقول لك ما عاقبتنيش ليه في الموسم القديم؟ لا لا، اصل العقوبه مش بمضي المده ولا بالتقادم، لا ده شيء مرتبط بحاله انضباطيه في الملاعب وانت موجود في نفس الفريق وموجود حتى لو انت رحت فريق ثاني. فما تقرر لجنه الانضباط حتى وان تاخر وجيب مع بدايه موسم جديد وهو من الموسم الماضي يطبق على اللاعبين، ما فيهاش اي طعن خالص اطلاقا. انت ممكن تتظلم لو عليك عقوبه شايف ان هي فيها تجاوز او ان هي يعني اكبر مما كنت تتوقع، من حقك ان انت تروح لجنه التظلمات اللي العقوبات هتطبق ما فيهاش اي طعن اطلاقا. يعني ليه بنتاخر يا دكتور ايهاب؟ مش ليه بنتاخر، يعني في بعض الامور بتحتاج يعني الى القاضي بالذات زي ما انت عارف ما بيحكمش الا من خلال اوراق والا من خلال شهاده والا من خلال مثولك قدام، وممكن انت فتره من فترات ما بقاش متاح ان انت يعني تكون موجود قدام لجنه الانضباط للسفريه بره، مرتبط مع منتخب، مرتبط مثلا مع ناديك في 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 مكان معين، وبالتالي بتاجل لفتره ثانيه. لكن اللي انا عاوز اكده لك ان يعني لجنه الانضباط من يوم ما جت اخذت الكثير من القرارات. عندنا كمان زي ما بقول لحضرتك لجنه الانضباط بتضم مقامات قضائيه على اعلى مستوى ويثق فيها الجميع بكافه الهيئات القضائيه، فان شاء الله باذن الله انا متاكد ان اللي موجود قدامهم هينجز خلال الفتره الحاليه عشان نبدا الموسم الجديد زي ما قلت لك بدون اي شوائب من المواسم المنقضه. دكتور ايهاب الكومي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات المهمة.